نبداو نحضروا توا اللحم المفور مفوح بطريقه مزيانه، ونحضروا زيد البرغل بطريقه روعه. نبداو الفيديو وبعضنا. السلام، مرحبا بكم في كوجينتي، مرحبا بكم على قناتي قناه عالم سندس الاكلات. اليوم جبت برغل على طريقتي، طريقه سهله بالخضر باش نعملوها بالسفناريه والطماطم والفلفل. اكله ياسر بنينه، ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتحضر فيسا. وباش نعمل مع البرغل اللحم، طريقه اللحم باش نطيبه بطريقه مزيانه وان شاء الله يا ربي يعجبكم. كالعاده نقول لكم كان عجبتكم وصفتي اليوم ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه. نبداو بسم الله وعلى بركه الله، نحضروا مع بعضنا طريقه تفويح اللحم. اول حاجه نبداو بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبداو مع بعضنا نحضروا اكلتنا باش نعملها باللحم. اللحم عندي اليوم بقري، باش نعملو بطريقه مزيانه باش نفورو ونحضرو بطريقه حلوه. باش نحطلو مكونات نتاعو هي واللفاح، اللفاح نتاعو باش نحطولو لهنا. عندي اكليل، الاكليل مش مرحي. عندي لهنا الزعتر، عندي ملح، عندي فلفل احمر، عندي كركم. وباش نستعمل الفلفل الاكحل هذا الملون باش يزيد يفوحولي. نوريكم الطريقه نتاع تحضيره من بعد، طريقه مزيانه وان شاء الله يا ربي تعجبكم. باش نحضروا مع اللحم هذايا باش نحضروا البرغل. برغل باش نطيبوا على طريقتي، طريقه مزيانه ويحبوها برشا الصغار، خاطر نعرفوا الصغار ما يحبوش البرغل، يحبوا برشا الروز والحكايه هذيك. اليوم باش نعمل البرغل بالبصل، الفلفل، السفناريه، الطماطم، اللفاح نتاعو باش نحطوا له ملح، غير فم تاع قهوه كيكه مليانه اذواق الملح نتوما وشنو تحبوا، شويه كركم كعيبه هكايا نجمه باش نحطوا فوقه بها، عود قرفه نجمو نحطوا حتى اقل ثوم، اني حطيت 4 سنين الثوم، فلفل احمر وشويه راس حانوت حطيت مغيفة صغيره. طريقه البرغل باش نحضروها زيدا مع بعضنا، طريقه ياسر مزيانه. اهم حاجه تو في اكلتي هو اللحم اللي باش يهبط، نقولوا احنا زبده بالتونسي، باش نطيبوا بطريقه يهبط لكم الاكله نتاعو، يطيب ارطب برشا ويجيكم بنين وان شاء الله يا ربي يعجبكم. تبداو بسم الله. اول حاجه باش نحط فحتي الكل هنا، باش نحط عليها الفلفل الاكحل، ريحته هو ديجا هونيه شويه، كثرتش برشا وين شويه شويه. باش نحط عليهم الزيت، ونخلط مليح مليح. توا اللفاح نتاع اللحم هذايا اهم حاجه انك تخليه ربيع ساعه يشرب اللفاح الكل قبل ما نحطوه في الكسكاس. هذه طريقه يعملوها الاكثريه في الافراح، يعملوا الطريقه هذه، الكميه تبدا كبيره، لحم بقري، لحم علوش، يحطوه ويفوحوه ومن بعد يحطوه يفوروه، يهبط اللحم نقولوا احنا زبده. هنا باش نحي المغيفه ونستعمل يديا كيما هكا، ندخل اللفاح مليح مليح في وسط اللحم. لهنا بعد ما دخلت اللفاح نتاعي الكل باش نغطيه توا ونخبيه ربيع ساعه ونرجعوا له بالطريقه هذه. نرجع لكم. لهنا كل الطيبه باش نحطها بالطريقه هذه، معها شويه صوص هكايا من الفوق. انا خليته ربع ساعه، احنا نقولوا يشرب هكا اللفاح هكا، ونزيدو نصبولها الطريف نسكر عليها كيف كيف نعمل هكا. خاصه اللحم البقري يحب الصعيد تطيب وكل شيء، اما طريقه ذي صحيه نقولوا احنا او ماكله صحيه هذه. الصوص تزيد تبذر برشا، كيف نخليوه مدة ربع ساعة كيكا يشرب يسيب برشا ماء اللحم، واللحم يبدا فيوح بداك اللفاح اللي حطيناه. انا كل واحد يطيب على قد عيلته في الدار. هذه اخر حاجة باش نصب عليها الصوص الاخرانية ونغطي عليها بالطريقة هذي باش نجي كل عيبة. ما نكثرش هكايا النقبين برشا باش ما يخرجليش لفاح، خليها هكايا كعيبه كهو.
توا نحطها في الكسكاس بالطريقه هذه ونغطي عليها. اهم حاجه التغطيات وش كوبان، اهم حاجه التغطيه نتاع الكسكاس. لو تشوف من حق قداش يولي هذا توا حاضر باش نحطو توا فوق الكسكاس ونرجع لكم نحضروا البرغل. لهنا البرغل باش نعملو بطريقه سهله وصحيه زياده، باش نوريكم الطريقه. اول حاجه نقصها كسنينات الثوم بالطريقه هذه، باش نضيفلو توا البصل. البصل الفلفل والطماطم هذه كلها ببعضها رايش ماكله بنينه وزيده صحيه. وصف النيري اللي عندها تحط، اللي عندها تحب وليدها تحب لك تاكل العدس تحط لها، تحط العدس الاصفر. لهنا الفحات الكل باش نحطهم ببعضهم هكا، باش نزيد الرش شويه بركه فلفل اكحل مش برشا. باش نصب توا، صبيت اني البرغل في الكاس هذايا، باش نصب توا مره قدو ماء وباش من بعد نصب النص، نزيد توا نص. يطيب كيف الروز طريقه صحيه وطريقه بنينه. توا اهم حاجه شنو نعملوا له هذايا، مانيش باش نحطوه في الماء يا ربي فوق النار يغلي، لا باش نحطوها على نار هاديه طول، ما نحطوش كيما الروز نغليوه ومن بعد نقصوا عليه. هذه طريقه اخرى باش البرغل يطيب. اهم حاجه توا النار واطيه والتسكيره اني نسكروا ديما بالمنديله والخطا باش يطيب. نقولوا احنا بالكدا كل عود القرفه تنجموا زاده تتغنيوا عليه، اللي ما تحبش القرفه ما تحطش، اما راهو فوح. توا نحطه فوق النار ونرجع لكم. لهنا حطيته فوق النار، نار هادي على الاخر، باش نغطيها بالطريقه هذه بالمنديله، نحط عليها تخطى. لهنا نشوفوا البرغل نتاعنا ونخلطوه بالفرشيطه بالطريقه هذه، تجيني كل كعبه وحدها بالطريقه مزيانه سهله كيف الروز بالضبط. يقعد لك نصيف ساعه هكاكا ويطيب. لقيتها لك عيبانية تذوقها كيف نهكني طايبة حاضرة، باش خليه توا يبرد، اما نخرطو بالفرشيط خلطوش بالمغرفة يعجن خاطر كيف الروز هو في ساعة ما يطيب. زاد بني نشوفو الحيمات بتاعنا، انا طاب وزادة فقدتهم باش نحطهم توا باقي التقديم ونرجع لكم. فطوري حضر وطاب جاي ياسر بنين. هذه اللحم نتاعي خليته لهنا في اللامنيوم باش نوريكم كيفاش يصيب صوص بنينه برشا. زيد اهم حاجه انه طايب ارطب زبده على محليه، كيف كيف البرغل نتاعي زاده جاي بنين وفي واحد طريقه مزيانه. ان شاء الله عجبتكم طريقتي في البرغل وهذه وصفتي اليوم. كان عجبتكم ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه. نقول لكم توا شهيه طيبه للجميع وميرسي على مشاهده الفيديو. ميرسي.